صدقني، بعد أشهر سأكون رئيسة طه. أريد أن أكون رئيسة طه أيضاً، لكن هذا أول يوم لنا هنا. امنح الأمر وقتاً. لا أملك الوقت، أريده الآن. جيك، لا يطهى البيض على حرارة عالية. البيض الجيد يطهى ببطء، وإلا سيكون جافاً. اسمع، كلما طهيته أسرع تكثر الزبائن. المنطق يا جوردن. لا يجب أن يتم كل شيء بسرعة، بعض الأشياء تحتاج صبراً. واو كيفن، مذاق هذا مذهل، إنه مليء بالنكهات. من الواضح أنك لم تتسرع. شكراً يا جوردن. من الواضح أنك لم تتسرع، إنه لا يعرف شيئاً. خلفك. أوه، أنت جد؟ انتبه لأين تذهب، سأضطر لطهيه مجدداً. أنا آسف حقاً. لا بأس، فلتنظفه وابدأ الطهي. ماذا؟ مستحيل، أنا طباخ ولست عاملاً. أحضر الخادمة لهنا. انظر، في البداية سيكون عليك القيام بكل المهمات. أتظن أني لم أنظف ما يسقط مني؟ احتجت سنوات لأصبح رئيسة طه. لا أملك سنوات، أريد أن أحصل على هذا الآن. النجاح يتحقق بالصبر يا جيك، والمهم يحتاج وقتاً. اسمع، لا مشكلة، سأنظف المكان وأطهو البيض. لا، هذا على عاتق جيك. إذن ستنظفه؟ لا أملك وقتاً، سأكون رئيستها في مطعم آخر. أستقيل. استقال جيك من وظيفته وبدأ في التقديم في أماكن أخرى، وبسرعة حصل على وظيفة في مطعم آخر، وكان يقول لنفسه إنه سيصبح رئيس الطهاة على الفور. في أثناء هذا استمر كيفن في العمل بصبر وتحمل المصاعب، وأعجب جوردن بالتزامه وتفانيه بالعمل. وعلى الجهة الأخرى، فجيك يريد النتائج السريعة ولا يريد أن يكون صبوراً، لذا كلما ازدادت الأمور صعوبة كان يستقيل. بمرور الوقت التزام كيفن أتى بثماره أخيراً. تقاعد جوردن وجعل من كيفن رئيس الطهاة الجديد، وبدأت حياة كيفن بالتحسن، في حين كانت حياة جيك تتدهور. انتهى به الأمر متنقلاً بين الوظائف، حيث يعمل في مطعم جديد وفي وقت قصير يستقيل أو يطرد. مرت عدة سنوات، وفي أحد الأيام جمعت الصدفة جيك بكيفن. كيفن؟ جيك؟ كيف حالك؟ لست بخير، لم تجري الأمور كما توقعت. أنا في الواقع جئت لأتحدث مع جوردن لأرى إمكانية أن أعود. جوردن لم يعد هنا حالياً، لقد تقاعد. تقاعد؟ من رئيس طه؟ إنه أمامك. ماذا؟ مستحيل، تهانئي. أيمكنني العودة للعمل كطباخ؟ في الواقع كودي هو الطباخ الجديد، حصل على الترقية، لكن إن أردت فوظيفة عامل النظافة شاغرة. بالطبع، لم لا؟ أدركت الآن أن النجاح يتطلب الصبر، والأشياء المهمة تحتاج وقتاً. أنا سعيد لأجلك، هيا لتبدأ اليوم. هيا.
Hey guys, it's Darman! So this video is actually co-written by Cody and I. Mm. Tell us what this video is about. Well, it's an important lesson. It's one that I'm still learning to this day, and that success really does require patience, and great things really do take time. And you know all about that because you just hit 5 million subscribers on YouTube, which is huge. I'm sure that didn't happen overnight. Yeah, that was a lot of work. But thanks for watching, and please remember, we're not just telling stories. We're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. We appreciate you, and we'll see you in the next video.